الأستاذ محمد يحيى المدير التنفيذي لمجلة نيتشر في الشرق الأوسط. أستاذ محمد برحب بيك مرة تانية، ويعني عايز أسأل حضرتك، هي آلية النشر في مجلتكم بتبقى إزاي؟ أنتوا بتنشروا لمين؟ بتنشروا إزاي؟ علشان حد ينشر في نيتشر، هي طبعا دي خطوة يعني صعبة جدا، زي ما حضرتك بتقول الباحثين حوالين العالم كلهم بيتنافسوا على ان هم ينشروا اوراقهم هناك. ايوه. يمكن يعني نيتشر بتطلع كل اسبوع، من نسبة الابحاث اللي بتتقدم لنيتشر اللي بتنشر اقل من 7% من اللي بيجي لها اساسا. فطبعا يعني بينقوا جدا اللي هي اعلى ابحاث في التأثير، اللي هي الابحاث اللي بيشوفوا ان هي هيكون ليها تأثير مهم وهتغير حاجات عارفينها عن العلوم وهكذا. فهي بتكون يعني الابحاث اللي بتنزل في نيتشر هي على اعلى مستوى تماما يعني. لكن الـ يعني هي مجله نيتشر في نفس الوقت فيها الاخبار العلميه، وفي اخر السنه دايما بيغطوا السنه، يشوفوا ايه اللي اتغير، ايه الجديد. والخبر ده نزل كده في تغطيه السنه، لان يعني لما اتعملت البحث ده وبصوا على حاجه اسمها ويب اوف ساينس اللي هي بتنشر فيها، بتجمع معلومات عن كل الابحاث اللي اتنشرت وكده، كانت زي ما اخترع في الخبر ان الزياده في النشر المصري بنسبه كبيره قوي. جميل جدا. يعني ده يوضح لنا حاجتين، يعني مهم. يعني طبعا هو بيشير الى ان في نمو في البحث العلمي، وده شيء ايجابي جدا وشيء مهم جدا وشيء فعلا المفروض احنا يعني نفتخر بيه، يعني دي خطوه كويسه، ويعني هو ده طريق التطور والنجاح والتقدم دلوقتي. احنا في زمن العلم، صحيح. الطريقه الوحيده اللي نقدر نقوي اقتصادنا ونقوي مكانتنا وهكذا. نعم. أنا فاكر يا أستاذ محمد، فاكر السنة اللي فاتت لما احنا اتكلمنا وكنا أول قناة راحت صورت في جامعة المنصورة اللي اكتشفوا ديناصور سموه حتى منصورة سورس، أعتقد يعني هو اتنشر عندكم مش كده؟ منصورة سورس اتنشر في مجلة نيتشر ايكولوجي اند ايفولوشن، دي طبعا من مجلات نيتشر ومن أعلى المجلات في المجال ده. صحيح. يمكن أنا يعني أعتقد إن هو كان من أهم الأبحاث خالص اللي خرجت من مصر السنة دي يعني. صحيح. هو اتنشر في يناير تقريبا. بالظبط. أنا بشكرك. اتفضل. ده مثال مثلا للأبحاث المهمة أوي اللي عملت تغيير كبير لسببين. اولا يعني الدكتور هشام سلام اللي عمل البحث ده بعد ما نشر، ودي حاجه ايجابيه جدا برضه لازم يعني نظهرها، لقى اهتمام من الجامعه وهكذا ان هم يسهلوا له الحاجات بعد كده. صحيح. فبقى عنده معمل احسن من اللي كان عنده في الاول. صحيح. يعني الدنيا بقت متظبطه احسن، ودي نقطه مهمه جدا. وان البحث ده وصل للمجتمع، يعني وصل للناس، الناس كانت بتقعد تتكلم على المنصوره سورس وبقى موجود على الانترنت وعلى فيسبوك وكده، ودي برضه ناحيه مهمه ثانيه جدا يعني. صحيح. واحنا كنا فخورين ان احنا كنا اول ناس التقت مع الدكتور هشام سلام، وانا يعني بشكل شخصي كنت سعيد جدا ان انا قابلته في معمله تاني يوم على طول ما اتنشر في نيتشر في جامعه المنصوره. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد يحيى المدير التنفيذي لنيتشر في الشرق الاوسط. شكرا جزيلا.